بالضبط مثلا هي ابوي اجى ها اصلا بالضبط 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 بدك اذا كان اذا كان مبسوط بقعد لك زي هيك بعمل لك زي عرفت اكون مش مبسوط بتلاقيه بعمل ابوي زعل بزات ابوي من نوع الزات بس اذا كان عادي كرسي مثلا كرسمي القعده رسميه هيك فهمت كيف؟ هاي اللي هيك عرفتها هاي كان مش مبسوط مثلا قعدك شو حكى شو قال ما سمعت انا زي هيك كيف شو ما يحضر من ابوي اصلا هاي قال لي شو حكى انت ما كنت؟ كذاب انت ما شفته؟ ما كنت؟ لا يا شد حالك انت بحكي للناس انه بدي اقول بس دول انه محمد لسه ما اعطاش بس 50% كل هذا انه هو احسن بقول لي انه شد حالك انه انت لسه بدي اياك الاول بالصف الاول بالصف النظائر مثل مدرسه العادي والله مدرسه وحياه الله ما اتوقع هيك فرق اكثر شو مدرسه احنا انا بالمدرسه انا ما كنتش ارد اصلا ولا فارق معي غير لهون اكثر لازم ترد هون بالمدرسه حرام كنت مجننهم استاذ رياضيات حرام بعرج هو شوي الله يشفيه بس العصاي معه هاي رميت عليه رماها كان معصب مني وانا بديش ارد رماها علي هيك خبط انت وانا عقلي طار مسكتها زي ما قد ما الله يعطيني حرام هو بيجي يعني مش قادر يوقف عرفت وركز هيك على الحيط هاي ندمان عليها وحياة الله مسكت قد ما الله يعطيني بف على نص وجهه اسبوع طرد تعور هو شو بعرفني فيه بس بصراحه هو زودها يعني كان بيجوك احيانا مدرسين يبقى اسمع شرف في مدرسين يا زلمه مش طب شو جنني يا زلمه انا من طبيعتي يعني ما بعصب زياده حملني اسمع بالمدرسه المدرسه اقعد احضر رياضيات على الموضوع هذا انه طب ليش بتصرخ وبتدفش وتخاصمت انا وياه من جد علي صوتنا وشوي حنوصل نتضارب في مدرسين ما عنده اسلوب زهر ولا مش قادر افتح عيني يا زلمه شفت نفس الاستاذ حملني الماده مورا الشغله لا يا حرام والله انا محله بحملك العشره الاحزان استنى استنى شوي بس حبيبي بس مش لازم الماده قال لهم استغرب ما ولا قدمت ولا بطخت نجحت نجحت؟ طب خلينا اخذ قيلوله ولا لا؟ خذ تنصح ولا بتنصح؟ انا بدي اخذ قيلوله انا باخذ دش بس ما في امكانيه لا بس حرام هو طيوب وحياة الله بس واضح بس هيك هيك اسمع طلع انت هيك سنايم هيك اوعى جرب بس اعمل وجهك هيك ابتسم يا خمود الولد هذا معد جرب عن جد بده ايانا اجربها بالقوه يا ليل خط قيلوله محمد نعم خط قيلوله وات خط قيلوله نعم حفظت الاغنيه شاين ما حفظتها بس انه يعني اوكي بعرف غنيها انت حفظتها؟ ليه اغنية؟ ما تقريبا رجعت سمعتها ما مطلوب مننا نحفظها هلا يعني روح مطلوب نعرف نقديها عشان يسمعوها روح حبيبي روح صعبة مش عارف انا ما بعرفها جديدة الاغنية عم احنا مثلا تلاقي 100 اغنية جديدة واحنا جالسين دحين نزلت شو عم بصير برا علما الله يرحم الدية يا راقي اللي اتفقنا عليه الدية يحيي روح الا ما يجوا صار اكاديمي قبل يجوا هنا مش هون مناسبه ايش لازم اكيد انا الشركه العيد الام يعني مثلا عيد الام الشركة اللي أنا فيها فيها لها مجلة شو الشركة اللي أنا فيها الأردنية لها مجلة صاحب الشركة البيج بوس عازم كان السوا أكاديمي 1 في مناسبة شو ماله؟ عازم؟ مسوي لهم يعني مناسبة خاصة لهم هم جيبهم كلهم؟ هم بجيبوا على فكرة بطلبونا كلنا يعني إذا ننسى الحكي إذا عيب إيش هو العيب؟ إنه لكلام إيش واحد بيعزمك عيب؟ ما بصير إيش اللي ما بصير؟ يعني بكره بتعزمنا على زواج اخوك ما حنجي نقول اكيد انتم من هلا يعني الكل جهز حاله خلاص ما دام التذاكر محجوزه ما عندك شباب شرفي
الكل يجهز حاله من هلا ان شاء الله. انا على طول ان شاء الله تليفون. يعني تذاكر والفنادق كلها على حسابك ولا يهمك حبيبي؟ والله اذا الله كان معطيني والله ولا يهمك. يا خوف نطلع الاردن نتصل على جوالك والله يعني التليفون مغلق. تخيل بعملها انا يا بدر. لا لا حشاك حبيبي ان شاء الله. لازم لازم انا ناوي اطلع الاردن مصر الكويت. حي ضياء من عندك؟ لأن ضياء بالسعودية هلا بيشتغل. ضياء مين؟ اخوي. لا هو ضياء بالسعودية الرياض. في الرياض كويس. حيه احلى تحية لضياء اخو محمد. ضياء قويدر اخو قويدر اكيد هو فرحان فيك طبعا ان شاء الله. والله يا ضياء اشتقت لك. يلا بالليل اسمع شو كنت الطش سيارته اخذها اكيد يصحي حرام وقفك على البرندة كده محمد هذه لابد منها الحركات يعني. يا الله شو كنت ألطشها. قالوا له هيني بس هون هيني هون. تعال جيب المفتاح. كنت مجننهم. أنا ياما كنت أكفش أفشخ السيارة أطلع يصدوني. ما أنا كنت مقضيها سيارة أخوي أبوي سيارة أخوي سيارة أبوي سيارة أخوي سيارة أبوي. يا أخي أنت ما حتتعلم سواقة إلا بالأسلوب هذا. أنا هو أتعلم إذا أنا من هالقد ولكن أنا من هالقد وأنا بسوق. ما في أحد فاضيلك اللي يعرف. أنا الرخصة اسمع الرخصة أخذتها من أول مرة. أخذتها هيك بدون دروع. بسوق منيح لا أنسى سواقتي. انسى الموضوع بسوق بس انه كنت بتمنى لو يكون عندي سياره الي يعني انا فكنت اقضي سياره اخوي سياره ابوي سياره ابوي يعني مش سيارتي انا الخاصه ما عندي سياره فكنت دائما اخوي اخذ سياره بيعطيني بالليل بس والله شو كنت طلطشها بالليل انا واخوي الاصغر مني هيك يعني هكذا كنت عادي انه عادي يعني كانه معي سياره انه عادي بطلع واجي مش بناتنا اخوي فهمت وهلا هو بالسعوديه هلا السياره موجوده يعني بشتغل في السعوديه يعني بالسعوديه هلا صار له فتره قليله يعني مش كثير يعني قد يعني كم شهر يعني انا جيت اي ثينك بعديه بكم يوم سافر بدا يشتغل يعني لسه جديد بدا يشتغل له شهرين يمكن فهمت حلو الشغل في الرياض جديد يعني لسه ما اول مره بروح السعوديه هو حيحب الرياض خلص هندسة إلكترونية ان شاء الله